هاتف معانا الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. هلا والله، كيف حالك استاذ خالد؟ نعم. طيب استاذ خالد، كذا فسر لي ببساطه كذا، من بكره كيف هيبدا يصير الاجواء عندنا في المملكه؟ هو نحن الان على عتبات الموسم الاجمل والاروع على الخليج. نعم. على الاطلاق بالمناسبه، وهي فتره موسم الوسم والذي سيحل علينا في يوم غد، وهو موسم على الريح ذات النسمات المدهونة بالبرودة والتي تغنى بها الشعراء على مر العصور قديما وحديثا. دحين المخرج أستاذ خالد قاعد يقول يعني نطلع البر خلاص. والله بالليل الحمد لله، يعني الأجواء الحمد لله رقراقة الليل، لكن ما زالت درجات الحرارة الصباح في حال النهار أو في حال الظهر ما زالت تغرف جزئيا من موسم الصيف. نعم. وبالمناسبة 13 يوما الأولى من هذا الموسم الوديع تسمى موسم الصفار، وهي لفظة تكبير لموسم الصفري. فكأن الصفري هو سمي بذلك لانتشار الأمراض فيه، لأنه موسم انتقالي، وسمي الصفري لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض. الأمراض يعني زي البرد أستاذ خالد والزكمة وكذا نعم الأمراض الخريفية المعروفة المعتادة. نعم. والسبب هو أن الأجساد الآن تأخذ مناعة ضد البرد القاسي الذي نحن سنستقبله بعد شهرين من الآن تقريبا. والصفري صغره العرب، يقال أن موسم أن هذه الأمراض تنتشر لدى الأطفال ولدى كبار السن ضعيفي المناعة. وأما موسم أصفار فهو للتكبير، أي أنه موسم مرض الشباب وقوي المناعة، فالذي يعني نجا بجلده في موسم أمراض الصفري فإن أمراض موسم الصفار له بالمرصاد، وتتكون أشد فتكا به لعدم أخذ جرعة مناعة من الصفري. نعم. يعني لازم ناخذ مناعة من الصفري أول شيء. يعني ناخذ. أنا مرضت، قعدت 4 أيام في البيت، الله لا يوريك، يعني الحمد لله يعني، بس أنت بتقولي لسه حيبدأ بكرة يعني، فمعناته إنه في مرضى ثانية ناخذها على خفيف عشان نهيئ نفسنا إنه ما تجينا مرضى قوية بعد شهرين على قولك، صح؟ الذي أخذ جرعة مرض في موسم الصفري فإنه لا يأتيه موسم الصفار، والذي تعدى موسم الصفري ما أخذ جرعة من البرد أو جرعة من هذه الأمراض الخريفية المعروفة إنه حتما سيمرض أمراض خريفية معروفة بالمناسبة. وهذه الأمراض لا تكون إلا في المواسم الانتقالية، وهو موسم الخريف وموسم الربيع. لماذا؟ لأن الفصول الأربعة تمر علينا في يوم واحد، ومن طبيعة الأجساد أنها لا تتحمل هذا التقلب الذي يتعاطانا على مدار اليوم. ويطلق الوسم في اللغة على أثر الكي. نعم. والوسمة تطلق على ما وسم به إنسان علامة أو حيوان. نعم. من ضروب النقوش والصور، فما زالت القبائل الإفريقية بالمناسبة تسم أفرادها بالكي أو بالصبغ للتمييز. وعند أهل الأنواء يطلق على الفترة الزمنية التي تلي موسم سيل، وهو موسم بداية نزول الأمطار الطبيعية. نعم. عفوا دكتور خالد، بس لو تقول لنا مدة هذا الموسم قد إيش مدته؟ يعني راح يبدأ من يوم الأربعاء إلى متى؟ نعم، يستمر هذا الموسم 52 يوما. نعم. هذا من باب أهل الأنواء، لكن من باب الواقع أن موسم الوسم يستمر ل 72 يوما. لماذا؟ لأن 20 يوما من موسم المربعانية التالي لموسم الوسم يعتبر وسميا، يعني من حيث التأثير. وسمي الوسم بهذا الاسم لأن مطره يسم الأرض بالنبات على غير الأمطار الخارجة عن مضمار هذا الوسم، فهو منبت لجميع الحشائش البرية. والعرب إذا نزل الموسم، إذا نزلت الأمطار في موسم الوسم فإنهم يستبشرون بربيع مزدهر. نعم. لماذا؟ لأن مطره مبروك، ولأنه أتى في موسم درجة الحرارة فيه مواتية جدا. وبالمناسبة أمطار موسم الوسم مفيدة للبر وفي البحر، فالعرب يقولون حص في البحر وفقع في البر، والحص هو اللؤلؤ. لماذا؟ لأن المحارة
تكون مستعدة لاستقبال هذا المطر وتكون على وجه وتكون خارجة على 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 سطح البحار، وإذا تقبل وإذا قبلها هذا المطر فإنها تتحول التربة داخل أحيائها إلى لؤلؤ. طيب أستاذ خالد، المطر هيكون إن شاء الله هذا الموسم شوية ولا كثير إن شاء الله؟ خفيف شحيح ما زالت المبشرات تترى علينا، فالتوقعات المستقبلية المبنية على حركة الرياح وعلى تخلقات السحب وعلى نسبة البخر تنبئنا أن الأمطار بحول الله ستحل علينا من باب الاستئناس، لا من باب التأكيد، ستحل علينا إن شاء الله في منتصف هذا الموسم إن شاء الله. وتبدأ الأمطار بحول الله من 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 المناطق الشمالية من المملكة، ومن ثم تترى على المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية بحول الله. دكتور خالد، سؤال سريع، هذا موسم الفقع أو لا؟ لا موسم الفقع لا يأتي إلا في موسم الربيع، فالكماءة أو الفقعة تكون حبيسة الأرض طوال فترة الشتاء، وإذا أطل الربيع بعنقه فإنها تظهر على وجه الأرض، فلكن لا يغذي هذه الكماءة إلا أمطار الوسم. إذا 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 انتهى موسم الأمطار، إذا انتهى موسم الوسم ولم تنال الأرض نوعا من الأمطار فإنها لا تكون السنة سنة كماءة، أي كماءة أي ربيع، لكن أي فقع، لكن الربيع سيكون إن شاء الله متواجدا حتى لو انتهى موسم الوسم ونالت الأرض أمطار مربعانية. طبعا نسأل الله تكون أمطار خير وبركة. دكتور خالد الزعاقة كنت معنا عبر الهاتف.